لو سبور لا اكسيس ديال العمالي وتجديو هاد التتويج هذا الساكنه ديال انسكان يعني هاد التتويج هذا ما جاش من فراغ. الشكر كل الشكر ايضا للمكتب المسير ديال الجمعيه الرياضيه انسكان بقياده السي ابراهيم جابير والسي رشيد والاخرون ولكل من تعاون وساندنا انطلاقا في المرحله او انطلاقا المقابلات ديال البطوله ديال الاستاد. وان شاء الله غنحاولوا باش اننا نخدموا ونحاولوا بعد ما يبقاش عندنا بزاف باقي على الاسبوع نحاولوا باش اننا نخدموا ان شاء الله على المقابله ديال السي ولما لا ان شاء الله السعوديه. السيس كيفاش كانت المقابله الاجواء ديال المقابله؟ المقابله هي كيف ما تابعتوا كانت تكتيكيه بدرجه اولى بحكم توفر الفريق ما تزيد على مدرب محنك يعني مدرب ذو خبره كبيره سي احمد با يظهر بيرضى وكل له كل الاحترام والتقدير. لكن الحمد لله الدراري كانوا عازمين انهم باش يحققوا هذا الفوز هذا اللي كيف ما قلت ما جاش من فراغ. كان فوز صعب صعب وصعب جدا. بالتوفيق السيس بالتوفيق.